السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله كله بخير. إن شاء الله راح نكمل محاضراتنا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ محاضرة الدينتال articulators. طبعا احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة الهوريزونتال جو ريليشن، وقبلها أخذنا الفيرتيكال جو ريليشن. فاحنا من دا ناخذ هاي ريليشن بين الماكسيلا والماندبل، هاي العلاقة احنا من راح ناخذها من حق البيشنت، لازم ننقلها في الجهاز، جهاز حتى هذا الجهاز يمثل لي هاي العلاقة مع البيشنت، حتى احنا نقدر نسوي ارينجمنت للأسنان ونقدر وراها نسوي ادجستمنت. لان احنا من اخذنا العلاقة اللي بيناتهم لازم نحاول نسوي نجيب الجهاز يمثل لنا الحركة مال ماندبل والريليشن بين الماكسيلا والماندبل. فاعطونا الدنتال articulators حتى عن طريق شنو احنا شو نسوي تصير عندنا فتشي ننقل علاقة من حق البيشنت إلى الجهاز حتى إحنا نقدر نكمل شغلنا ونشتغل. فالدنتال articulators it's mechanical instruments that represent the temporal mandibular joints and jaw members. إذا هي حتمثل لي الجوينت مال البيشنت والأبر واللور. أوكي عيني؟ عن طريقها راح نثبت الكاستات مالتنا، إحنا من حناخذ العلاقة حتى الكاستات نثبتها، أوكي عيني؟ ونسوي سيميوليت، نجيب كل الحركات مالتنا طبعا مرات كلها او بعضها فتو سيميوليت سم اور اول مانديبولار موفمنتس. اوكي احنا هذا الجهاز الارتكليترز مالتنا شو نستفاد من عنده، شو راح نسوي بيه؟ ف اتس الاوز موست اوف ذا بروستاتيك ورك تو بي دون ان ذا ابسنت ان ذا ابسنس اوف ذا بيشنت. اذا احنا راح نقدر نشتغل البيشنت مو موجود، فنقدر نسوي diagnosis، نقدر نسوي treatment planning، نقدر نسوي setting up of the teeth، نشكل الأسنان مالتنا ونحصل على balanced articulation بين الأسنان. وش نسوي؟ نسوي wax up of the dentures، maintain jaw relation recorded during setting up of the teeth. احنا حنخلي الأسنان وعن طريقها راح نحصل يعني نسوي عملية الarrangement مال الأسنان. وطبعا ورا ما نكمل البروسيسنج من الدنشر نقدر شو نسوي له؟ نقدر نرجع نسوي له ريماونتنج على هذا الارتكليتر، ونقدر نسوي ادجستمنت حتى نعالج كل المشاكل اللي بالاوكلوجن قبل ما نخليها بحق البيشنت. فيسهل لنا عمليه شنو؟ عمليه الانسيرشن مال دنشر، ويقلل لنا البوست اوبرتيف بروبلمز. زين طبعا التايبس مالتها هي الكلاسيفيكيشن مالت هنا هواية، فاحنا حناخذ فتشي سمبل حتى نقدر نفتهم الموضوع. ال قسموها الدنتال articulators، طبعا هنا احنا بدنا نحكي حسب شنو؟ حسب الحركة مالتها. فالسمبل العفو سمبل هنج articulators هذا يسموه هذا الكلاس 1. بعدين المين فاليو اور فيكس كوندايلر باث articulators اللي هو class 2، والadjustable condylar path articulators هي عبارة عن جزئين، يعني اما semi adjustable و fully adjustable. طبعا حتى نسهل العملية كل ما نكون بالبداية كل ما تكون الحركة بسيطة، كل ما نتقدم كل ما حتزداد الحركة مالتنا. طبعا الحركات المال احنا اخذنا قلنا عندنا بالvertical وبالhorizontal movement، ف كل مرة راح نتقدم كل ما راح شنو راح تتوسع الحركات اللي اذا ننقلها اللي اذا ناخذها من البيشنت اذا ننقلها من الارتكليترز مالتنا. فاول واحد مبين اسمه السمبل، هذا سهل، هذا بس راح يسوي لي شنو؟ راح يسوي لي اوبننج اند كلوزنج. فهو عبارة عن تو ممبرز ابر ولور، فبس راح ينفتح وينسد. فهنا بيجي حاله ايش راح يطيح لي؟ راح يطيح لي بس شنو؟ بس هنج موفمنت. اوكي يعني بس دا ينفتح ودا ينسد، هذا السمبلست تايب اوف. طبعا عاده الريكورد احنا لازم 100% ما يعني كلها لازم، مش عندنا فيرتيكال دايمنشن لازم ناخذه، ولازم ناخذ السنتريك ريليشن ريكورد. طبعا احنا قلنا اكو شنو؟ اكو السنتريك موفمنت. فالسنتريك موفمنت هنا كلها ماكو، اللي هي البروتروجن واللاترال موفمنت. فهنا لازم يعني 100% احنا كل الحالات لازم ناخذ الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن والسنتريك ريليشن. طبعا شنو مشكلتنا بهذا؟ لان احنا قلنا هذا سمبل، فايش راح يعطينا؟ راح يعطينا بس شنو؟ بس اوبننج اند كلوزنج. فما راح يمثل لي شنو؟ ما راح يمثل لي التي ام جي مالتي، وما راح يمثل لي اي موفمنت بالماندبل.
ما عندنا اي موفمنت اللي هي اللاترال والبروتروزيف موفمنت. اوكي، عندنا النوع الثاني اللي هو المين فاليو اور فيكس كوندايلر باث ارتكيوليترز. فمن اسمها مين فاليو، احنا هنا راح نعتمد شنو؟ راح نعتمد على قراءات معينه، يعني ماخذين المين، ماخذين المعدل. ف ماخذين المعدل مال شنو؟ مال 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 موفمنت مال ماندبل. فهو عباره عن تو ممبرز، اللي هو لازم طبعا تو ممبرز ابر ولور. فعندنا به هنا شنو؟ بها تو جوينتس، اللي حيمثل لي شنو؟ حيمثل لي تي ام جي، يعني الاوبننج والكلوزنج. اضافه الى الاوبننج والكلوزنج، شو الثاني؟ انطاني هوريزونتال كوندايلر باث، يعني انطاني شنو؟ انطاني الحركه مال بروتروجن مال ماندبل. اوكي، بس شنو هو؟ ات ا سيرتن انجل، يعني انطاني هنا فد شيء، انطاني شنو؟ انطاني معدل. يعني اخذنا قراءات مال بيشنت، مال عده بيشنتس، وحصلنا على قراءه لقينا انه شنو البروتروزف مومنت عاده تكون بين شنو؟ بين 30 30 تو 40 ديجري، بين 30 وال 40. فهنا خلينا شنو؟ هنا اخذناها ونقلناها، خليناها بهاي الارتكيليتر. فشنو هنا صارت عندي فيكست، بس شنو؟ تكون افريج. وايضا الانسايزل جايدنز، اللي هو شنو هو؟ اللي هو الحركه بتوين شنو؟ بتوين الابر اند لور انسايزرز. هذا ايضا شنو عندنا؟ اخذناها لقينا شنو؟ اخذنا افريج فاليو، فاخذنا ايضا انجل وثبتناها. وين ثبتناها؟ بهاي الارتكيليتر. فهذا الارتكيليتر يمثل لي شنو؟ يمثل لي مين فاليوز، يعني احنا ماخذين معدلات وخليها بي، وقلنا مثلا النسبة بين البروتروجن هالقد ونقلناها اللي قلنا من 30 ل 40. وايضا شنو الانسايزر جايدنس، اللي هو شنو هو؟ العلاقة بين الانسايزرز، بين بتوين ذا مانديبولر اند ماكسيلري انسايزرز. طبعا هنا الريكوردز اللي راح احتاجها، طبعا لازم قلنا الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك ريليشن، ومرات نقدر ناخذ الفيس بول ريكوردز ان سام ديزاينز تكون متوافقه ويا الفيس بول ريكورد. فلازم ناخذ الفيس بول ريكورد، ان شاء الله بالسلايدات القادمه راح تعرفون شنو هو الفيس بول ريكورد ان شاء الله. اوكي، فاحنا هسه بهذا النوع الثاني شنو الموفمنتس اللي نقدر نحصل عليها بهذا النوع من الارتكيليترز؟ نقدر نسوي اوبننج اند كلوزنج، يعني نقدر نفتحها ونسدها، ونقدر نحصل على بورتروسف موفمنت، يعني نقدر نقدم الماندبل. بس هذا احنا قلنا مين فاليو، فشنو ات افكس كوندايلر باث انجل، يعني هو يكون شنو؟ هو معتمد على نوع معين. طبعا هذه الارتكيليتر اخترعوها على اساس هذا العالم اسمه بونول. بونول ايش لقى؟ لقى انه اكو مثلث موجود بين تو كوندايلز والانسايزال ايدج مال شنو؟ مال لور ماندبلز، مال لور انسايزر مانديبولر انسايزرز. فلقى هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن equilateral triangle 4 inch between two between all these three points. فعلى هذا الأساس احنا شو نسوي؟ احنا نسوي نقعد نثبت ال upper member. فإذا تشوفون بالصفحة الثانية بالصورة الثانية العفو، هاي المكانات الدوتد اللي هي شنو هو هنا؟ على هذا الأساس راح يمثل لنا شنو؟ هذا طالعة مثل النبالة، هنا نثبت الأبر ممبر الماكزيلا. فهذا تكون لازم الرم مالتنا، الكلوجر رم، الليبيال سيرفيس مالتها يطخ وين؟ هنا يطخ، فيمثل مكان الكونتاكت بيناتهم. فهنا عندنا بس هنحصل على الأوبننج وكلوزنج وبروتروزف ويكون ثابت. طبعا عندنا هنا مشاكل، most of these articulators do not accept face-ball records. The condyler path move at a fixed angle. احنا قلنا هو ثابت، احنا ماخذيه مين فاليو، فمو كل البيشنت يكون عندهم نفس الشيء. اكو طبعا لازم عندنا اختلافات، وعندنا مشكله no lateral movements. وطبعا هنا الجزء المتحرك اللي هو الابر ممبر، يعني الجزء الفوق هو اللي يتحرك. هاي بعض الانواع، طبعا هنا هواي انواع وهواي تسميات، احنا بس نريد نعرف هنا شنو، يعني احنا بدنا ناخذ الـ simplest classification. اوكي،
النوع الثالث هو الـ Adjustable Condylar Path Articulators، اللي هو هذا النوع اللي نقدر نسوي له Adjustment بالـ Condylar Path. يعني هنا ما راح نعتمد على فتشي، قلنا كل ما نتقدم كل ما حتتعقد الحركة. فهاي هم عبارة عن نوعين، عبارة عن Semi Adjustable Condylar Path Articulator و Fully Adjustable. النوع الثاني بينه، أول واحد هو Semi وثاني واحد شنو؟ ثاني واحد هو Fully. طبعا بهاي الانواع احنا شراح نحصل؟ راح نحصل على حركة اكثر. احنا اول واحد قلنا شنو عندنا؟ opening and closing. بعدين ثاني واحد قلنا opening and closing وصار عندنا بيها protrusive، بس البروتروسيف مومنت هو شنو؟ هو احنا هنا محدديها يعني تكون ثابتة. فهنا اذا شنو لازم؟ هنا راح تزداد الحركات اللي قدرنا نحصل عليها. طبعا هو اكو انواع يسموه واكو نان اركون. لازم احنا نعرف شنو الاركون ونان اركون. فحسب هاي الصوره الاركون يعني شنو عندنا؟ ماخذين اختصار الار يعني الارتكيليتر، وكون هو الكوندايل. فالاركون يعني شنو؟ يعني يمثل لي كانما التي ام جي مالتنا مال بيشنتس، كانما نفس التي ام جي مال بيشنتس. فهناش عندنا يسموه الكوندايلر جايدنس، اللي هو تمثل لي كانما شنو؟ هو الجلينويد فوسا مالتنا، والارتيكولار امينس موجوده وين لازم؟ عاده وين تكون؟ تكون فوق، فتكون بالابر ممبر. والجزء الموفابل اللي هو يمثل الكوندايل هو وين يكون لازم؟ باللور بالماندبل. فمن ما طولك اللي اركون، اذا شنو هو؟ كانما عندنا شنو؟ عندنا حق البيشنت احنا جايبيه بالضبط. فالكوندايل موجود باللور ممبر، والكوندايلر جاينز اللي تمثل الجلينويد فوسا مالتنا والارتيكولار امينس كله حيكون وين؟ حيكون بالجزء العلوي. فاحنا بالنسبه للاركون يعني كانما حق البيشنت، النون اركون لا، صار بالعكس، صار كانما الكوندايل فوق بالجزء العلوي هو، وشنو الجلينويد فوسا والارتيكولار او الكوندايلر جاينز وين حتكون؟ حتكون باللور ممبر، يعني انعكست الايه. فنوع من انواعها اللي هو الهانو articulators. طبعا هنا شنو؟ هنا الهوريزونتال كوندايلر باث از ادجستبل. يعني شنو؟ يعني البروتروسيف موفمنت احنا من نسوي بروتروجن راح نقدر ناخذها من البيشنت ننقلها ونحولها لمن؟ نحولها للارتكوليتر. بس طبعا احنا قلنا هو سيمي ادجستبل. ايش بقت عندنا؟ بقت الاخر وحده اللي هي شنو؟ هي اللاترال موفمنتس. يعني احنا الاوبننج اند كلوزنج، الفيرتيكال دايمنشن، والسنتريك ريليشن اخذناها، الانتيرو بوستيريور اخذنا، شنو ايضا البروتروزف. بقت اخر وحده اللي هي شنو؟ هي اللي هي لاترال موفمنت. هنا لاترال موفمنت راح نعتمد على فورميلا طلعها هو هذا العالم. على اساس هاي الفورميلا راح نطلع شنو؟ راح نطلع اللاترال كوندايلر باث، الحركه مال شنو؟ مال كوندايل باللاترال لاترالي. فهذا الاختلاف اللي صار عندنا. فهنا لازم شنو نقدر نحصل؟ نقدر نحصل على opening and closing، protrusive movement according to the horizontal condylar path of the patient. يعني هنا راح ناخذها من البيشنت. اللاترال موفمنت هنا راح نحصلها من وين؟ من الفورمولا مالتنا. وطبعا اكو sometimes have Bennett movement. هسه راح نعرف شنو هو البنت موفمنت. طبعا هنا الريكوردز اللي لازم احنا ناخذها من البيشنت، الفيسبو راح نعرف شنو هو الفيسبو ريكورد. وطبعا يعني some of the semi adjustable articulators have orbital plane guides. هسه راح تعرفون شنو الاوربيتال plane guides. يعني هو هواية شغلات اعتمدوا عليها حتى يحددون علاقة الماكسيلا لل تي ام جي مالتنا، فهاي وحدة من عندهم. اوكي، فالاوربيتال plane guide allow the cast to be mounted in relation to the orbital plane axis of the patients and orient the cast on the articulators on the same relation. إذن علاقة الأبر مالتنا الأوربيتال plane axis. لازم ناخذ السنتريك occlusion اللي هو الفيرتيكال والسنتريك ريليشن نحولها طبعا، والبروتروسيف ريكورد أيضا لازم ناخذها. فالبنت موفمنت هي شنو؟ هي is defined as a bodily lateral movement, lateral shift of the mandible. إذا حركة المانديبل من صار بي بادلي، من نتحرك أما رايت أو ليفت، هاي وين حيسموها؟ يسموها البنت موفمنت. وهسه قلت لكم
الاكسس اوربيتال بلين هذا هنا هم محددين طبعا، هذني كلهن اناتوميكال يحددون علاقه حتى نحصل على علاقه بين الماكسيلا تو ذا شنو تو ذا تي ام جي مالتنا. مشكله بهذا النوع lateral condylar path angle is determined from formula. هنا لنقلنا احنا ناخذ بس البروتروزيف واللاترال راح نطلعها من فورمولا. وطبعا most of these articulators have no bent movement اللي هي شنو هو السايد شيفت موفمنت. الفولي ادجستبل articulators طبعا هاي مبينه من اسمها ففولي ادجستبل، هنا ايش راح نحصل؟ حنحصل على كل الحركات مال شنو؟ مال ماندبل. راح ناخذ opening and closing protrusive movement وشنو واللاترال موفمنت كلها راح ناخذها من البيشنت وراح ننقلها للارتكوليترز مالتنا. طبعا هم ايضا بها هواي انواع فالموفمنت كلها راح ناخذها. الريكورد لازم الفيس بو ريكورد سنتريك الفيرتيكال والهوريزونتال والبروتروزيف موفمنت طبعا لازم من البيشنت ايضا والرايت والليفت لاترال ريكورد. اوكي فهنا لازم ناخذ كل الحركات وننقلها للارتكوليتر، يعني كانما حركه الماندبل مال البيشنت كلها احنا ماخذيها وناقليها وين؟ ناقليها للارتكوليتر طبعا علاقه الماكسيلا. مشكلتنا بهذا طبعا multiple records are required with the possibility of errors. طبعا لازم تطلع لنا errors لان هواي راح ناخذ ريكورد وهواي راح ننقلها، ولهذا طبعا بهيج يعني مو دائما احنا نحتاج الفولي ادجستبل، عاده السيمي ادجستبل تكون كلش كافيه. الفيسبو ليش احنا نحتاج الفيسبو؟ احنا هسه قبل شويه احنا اخذنا بالمحاضرات العفو قلنا حناخذ احنا شنو الفيرتيكال ريليشن بين ذا ماكسيلا اند ماندبل اند ذا هوريزونتال ريليشن، بس عندنا بعد اكو فد مشكله هي علاقه الماكسيلا بين الماندبل هي مو ثابته يعني تختلف من بيشنت لبيشنت. ف احنا ايش نحتاج نحصل؟ البيشنت من دي يحرك حلقه من دي يفتح الماندبل ودي يسده اكو علاقه ايضا هوريزونتال اللي هي المسافه بين شنو؟ بين الماكسيلا تو ذا تي ام جي، يعني من اردقيس المسافه بين التي ام جي ماتي لل شنو للماكسيلا، يعني المسافه هنا احنا هسه نحكي. فهذا الجزء الثالث اللي نحتاجه من دريد شنو نحصل الماكسيلو مانديبولار ريليشن، فراح نحتاج شنو فيرتيكال ريليشن ونحتاج هوريزونتال ريليشن بين الماكسيلا والماندبل وايضا هوريزونتال ريليشن بين الماكسيلا تو ذا تي ام جي. فالفيسبو شنو is a caliper like device that is used to record the relationship of the maxilla to the temporomandibular joints. Okay, the maxilla to the temporomandibular joints or the opening axis of the jaw أو يمثل لي اللي هو الهنج اكسس يعني المكان اللي دي يصير بيه روتيشن دي يتحرك الماندبل، فعلاقة الماكسيلا ويا هذا السنتر اوف روتيشن. And to orient the cast to the same relationship to the opening axis of the articulators. يعني علاقة الكاستات مالتنا ويا هذا الجزء اللي دا يتحرك داير ما داير الماندبل. اوكي؟ فاحنا دا ناخذ هنا المسافة بين شنو؟ بين الـ TMJ والماكسيلا horizontally. فالفيسبو هو طبعا يتكون من شنو؟ يو شيب فريم اور اسامبلي الكوندايلر رودز اللي حتمثل يعني البوزيشن مال الكوندايل والفورك اللي هو الجزء اللي حيصير بيه اتشمنت للشنو؟ للريكورد مالتي الكلوزر ريم. طبعا عاده لازم يكون الماكسيلا، احنا ناخذ علاقه الماكسيلا فهذا لازم يكون اتش تو ذا ماكسيلا، وايضا يضيفوا له ايضا الانتيريور ريفرنس بوينتس يعني حتى تكون ثابته، يا اما تكون لها علاقه بالعين او تكون لها علاقه بين بالبريدج اوف ذا نوز فوق النقطه يسموها نيزيوم. احنا بس اهم شيء نعرف شنو البرنسبل مالته. التايبس اوف فيس بو طبعا هن تو تايبس، الكاينماتيك اور المانديبولار اور الهنج اكسس لوكيتر، هذا النوع حيحدد لي الاكزاكت بوزيشن اوف ذا هنج اكسس يعني المكان الضبط اللي حيتحرك به الماندبل، المكان اللي هو قلنا علاقه التي ام جي تو ذا ماكسيلا. فات يوز تو لوكيت ذا ترو اور تيرمينال هنج اكسس. اوكي يعني
طبعا الترانزفيرس هنج اكسس هو احنا ما موجود طبعا، فهو اتس ايماجينري لاين، يعني المكان اللي حيدور داير مدار الماندبل. اوكي، ان ويتش ذا ماندبل روتيتس دورينج اوبننج اند كلوزنج فور اباوت 2 ملم. يعني اول 20 ملم من الفتحه مال حلقنا هي اونلي شنو؟ اونلي روتيشن. احنا مو قلنا تو اكو روتيشن وترانسليتري، فاول 20 ملم هي كلها شنو؟ هي كلها بيور روتيشن. فهذا الهنج اكسس هو هنا الاكسس اللي دار مدار الماندبل حيتحرك. فبالكاينماتيك راح نحط الصلع على شنو؟ على ترو الحقيقي. النوع الثاني هو يسموه الماكسيلاري فيس بو، طبعا it's used to record the position of the upper jaw in relation to the hinge axis. فهذا حنحدد به شنو؟ حنحدد به علاقة ايضا الماكسيلا to the شنو؟ to the hinge axis. يعني علاقة الماكسيلا قلنا هي شنو؟ هي علاقة horizontal، فالمسافة بين الماكسيلا to the شنو؟ to the temporomandibular joint الhinge axis مالتنا اللي حيحصل عليه شنو؟ دار مداره rotation. طبعا هنا ايش حنحصل؟ يا اما نحصل الترو اور شنو؟ اور arbitrary، يعني بصورة اعتباطية حنحصل هذا المكان. يعني هذا النوع الثاني، يا اما نطلع الفت الصحيح او نطلع شنو؟ او نطلع مكان احنا معتبريه هو. فالاربيتراري اكسس از بوزيشن اون ا لاين اكستندينج فروم ذا اوتر كونفس اوف ذا اي. طبعا راح نرسم مسافه فروم ذا اوتر كونفس اوف ذا اي تو ذا ميدل اوف ذا تريجس. اوكي عيني، فهذا الاكسس راح شنو راح ناخذه؟ حنحدد به حتى شو نريد نحدد الاربيتراري، يعني احنا اعتباطيا حنحدد هذا المكان عباره عن شنو؟ 13 ملم انتيرير فروم ذا تريجس اوف ذا اوف ذا اير. هاي المسافة هنا نحش حنقول عليها هو شنو؟ هو الهنج اكسس مال هذا البيشنت مالتنا. طبعا هو هذا النوع باثنين، ما اريد تعرفون شنو، فيا اما يقعد بالاكسترنال اوديتوري ميتاس او يقعد شنو؟ او يقعد هذا اللي قلنا عليه الاربيتراري، راح يقعد وين؟ بهاي المنطقة اللي هي 13 ملم ان فرونت اوف ذا اكسترنال اوديتوري ميتاس. فهذا النوع الثاني من شنو؟ من الفيسبوك. زين، انا ليش احتاج الفيسبوك مالتي؟ ليش شنو فائدته؟ طبعا حتى شنو؟ حتى نحصل البوزيشن اوف ذا ماكسيلاري كاست اللي علاقه بالتي ام جي. اذا ما حصلنا هاي العلاقه راح يصير عندنا مشكله بالاوكلوجن كلش هوايه. وين؟ بالفينش دنشر حصل عندنا هواي مشاكل، لان حركه من حناخذ هذه احنا المسافه من حننقلها لحق البيشنت بيجي حاله راح نحصل على فيرتيكال دايمنشن مضبوط، راح تكون ما تصير عندي هواي مشاكل بالشنو؟ بالاكلوجن مال البيشنت. وطبعا اتس الاو ماينر تشينج ان ذا اوكلوزال فيرتيكال دايمنشن اون ذا articulators without having to make a new maxillomandibular recurrence. ما راح يصير عندي هواي مشاكل قلنا بالماكسيلومانديبولار ريليشن، ما حصل عندي مشاكل بالاكلوجن. وطبعا اتس اولسو هيلبفول تو سبورت ذا ماكسيلاري كاست وايل ات از بينج ماونتد اون ذا articulator، لان احنا اول ما نبلش راح ناخذ علاقه الماكسيلا فراح نسوي له ماونتنج، يلا بعدين ناخذ شنو؟ ناخذ الفيرتيكال وال horizontal relation. فحيساعدنا شنو؟ فحيساعدنا في عملية الماونتينج اللي راح نثبتها وبعدين ننقلها لحق البيشنت، ناخذها العفو من حق البيشنت وبعدين ننقلها لمن؟ ننقلها للارتكليترز. واتمنى ان شاء الله تكون هاي المحاضرة سهلة وان شاء الله اي شيء تحتاجون اني ان شاء الله وياكم، واتمنى الموفقية للجميع، وان شاء الله احنا موجودين طبعا بالمختبر اي اسئلة عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.